اي بس انا انقل لك شهاده وزير الماليه عندما قدم استقالته. اترجاك استاذ نجيب تسمعها يعني هذه. يلا لك الوقت. شوف شو يقول السيد الوزير. يقول لدينا والتقيس انت هذه الكلمات وشوف شو اسمه. لدينا شبكات سريه واسعه في العراق. شبكات سريه شنو وظيفه هاي الشبكات؟ الوزير يتحدث يقول السيطره على القطاعات الاقتصاديه، سحب مليارات الدولارات من الخزنة العراقية. وهذه الشبكة شوف استاذ نجيب نعم مؤلفة مين؟ هاي اللي جاي تسحب المليارات ومسيطرة على كل القطاع الاقتصادي. مين متألفة؟ اولا كبار المسؤولين. من هو كبار المسؤولين استاذ نجيب؟ اي وزراء. يعني هاي هم يراد واحد يقول قلوا لنا من هو الفاسد. تفضل. أي. كبار المسؤولين. أي. اولا رجال الاعمال اللي هم طبعا بعض المقاولين المستوردين اصحاب التكاكين هذول البنوك اللي يسموهم بنوك اهلية. أي. والسياسيين ثالثا. هاي الشبكة السرية تتألف والسياسيين وياهم. وهذه شهادة طبعا من وزير. وموظفي الدولة وانا اضيف للأسف الشديد وجزء من المجتمع ساهم بالسكوت على هؤلاء السراق والذين دمروا مؤسسات الدولة. استاذ نجم وهذه الشبكة المؤلفة من هؤلاء محمية منين؟ الوزير يقول محمية من الأحزاب السياسية الكبرى. قب لا محمية من تشرين ولا من الأحزاب الناشئة، من الأحزاب السياسية الكبرى. هذه شهادة اتمنى الادعاء العام يقف على صابعه على هاي الشهاده ويحقق بها. وبعد منين محميه هاي الشبكه؟ نعم. محميه من الحصانه البرلمانيه. زين ومحميه منين استاذ نجم؟ من القوه الاجنبيه. هاي الفقره ثبتها يمك استاذ نجم. خلي ببالك القوه الاجنبيه المتمثله بالمجتمع الدولي تعتبر السياسي العراقي التابع لها مشروع استثماري في العراق لتدفق أموال العراق إلى تلك الدولة. تشايف هيك سياسيين؟ إلى تلك الدولة وليس الدول. السياسي عنده معصول بالعراق. نعم. ها؟ إلى تلك الدولة. لا دول مو بس دولة واحدة دول. وهذه الشبكة بعد بمن محمية أستاذ نجيب؟ أي. يقول وهذه الشبكة تحافظ على صمت المسؤولين الأمناء. أكو عندنا مسؤولين أمناء هذول مسكتيهم بيش بالخوف والتهديد والقوة. زين. 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 لذلك وجه نداء السيد الوزير. هذا النداء وجهه للشعب العراقي. والله عبارة مؤلمة أستاذ نجيب. أي. اسمع إيش قال. قال إذا كان مقدرا لهذا البلد البقاء على قيد الحياة وأن يكون دولة محترمة فلا بد أن يذهب أن يعمل أو يسعى للقضاء على هذا الأخطبوط الجشع الجاهل. هذا وصف إلمن كبار المسؤولين والأحزاب السياسية الجشع الجاهل. هؤلاء متخلفين يقودون العراق. فإذا الدولة العراقية الشعب العراقي يريد يكون شعب حي لازم يقضي على هاي الشبكة الجشعة والجاهلة وبعد ويعمل على تفكيك الشبكة السرية بأي ثمن مهما كلف الثمن. زين لذلك أنا أعتقد نعم أنه إحنا اللي عنده رهان على المجتمع الدولي خلي يحطه على صفحة. لأن اليوم المجتمع الدولي ما يهمه من يحكم العراق، يحكمه فاسد، يحكمه قاتل، يحكمه مجرم، فاشل، عنده ابتدائية، عنده متوسطة. المجتمع الدولي ما يهمه، يهمه حاكم يستمع إليه ويؤمن له قضيتين: تدفق النفط إلى أوروبا باعتبار أوروبا اليوم تعاني من الطاقة لأن روسيا مستخدمة حصار عليها. نعم. والقضية الثانية انه اللي يحكم العراق لازم يعمل على تخفيض اسعار النفط. وهذه رهان الادارة الامريكية التي تعلم انه 80% بل اكثر من 80% هم رافضين لهذه الطبقة السياسية وهي تعمل على دعمها وتثبيتها وافشال اي حركة وطنية في العراق.
طيب استاذ، هذه القضية، لذلك انا اقول نعم انه هاي العبارة الاخيرة استاذ نجم، نعم، انه انقاذ الشعب العراقي مرهون بتدخل المرجعية، والمرجعية لابد ان تتدخل للاسباب التالية استاذ نجم. اولا العراقيين رهن اشارة المرجعية، ماكو عراق اليوم المرجعية اذا قالت يتخلف على قولها، ماكو، مستحيل، سواء كان مقلد او غير مقلد. طيب ثانيا تدخلها يمكن العراقيين من الوحدة والتكاتف. اليوم مشكلة العراق ممزق، هذا تيار صدري وهذا تشريني وهذا وطني معارض وهذا مدرش، ممزق. كلمة المرجعية توحد الشعب العراقي. واخيرا تدخل المرجعية يحول لحظة الهزيمة واليأس إلى لحظة الانتصار والعزيمة، وأتمنى من المرجعية أن تسمع كلامي وتنقذ الشعب العراقي اللي إحنا نعيش حالة من الإحباط واليأس لا يمكن تصورها. طيب الآن أنا راح أوسع من هاي الأمنية اللي يتشاطرون بها وعاك الكثيرين أنه يجب أن يكون موقف، لكن في قضية التي في اعترافات السيد علاوي والتي ارتأينا أن نعود إليها اليوم لأننا أمام تشكيل، لماذا السيد علاوي وصف هذه الشبكات بأنها شبكات سرية؟ مع العلم هذه الشبكات هي شبكات تديرها أحزاب السلطة الحاكمة، بعد ليش سرية؟ يعني باعتبار أكو 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 قوة غير الأحزاب، أكو قوة مخفية بعد، هاي القوة تعمل على حمايتهم. يعني انت الان صحيح احنا عندنا بعض البنوك الاهلية بنوك فاسدة ومعلومة بفسادها وتهريبها للمال العراقي، نعم، لكن هذه البنوك ماكو جهة تقدر تحاسبها لان تقف معها قوة تحميها، وهاي القوة اقوى حتى من الاحزاب، مع العلم انه الاحزاب بعض الاحزاب افسد من هاي البنوك في سرقتها للمال العام وتهريب المال العام. طيب لذلك سماها بالسرية، يعني 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 على المواطن العراقي سرية، بس هو على على العوائل مو سرية، على الكاظمي مو سرية، على الأحزاب الكبيرة مو سرية، على النزاهة مو سرية، لأن النزاهة عندها ملفات ما تكفي أن تضع إصبعها على الديناصورات.